أول شيء حاب أعرفكم بنفسي، اسمي أنيس الكاتب، أنا خريج الدفعة الثالثة من جامعة أم المختار البيضاء ليبيا. اليوم إن شاء الله حنحكوا على الطريق لبريطانيا. مثلا حنحكوا في حالة لو أنك مثلا كملت الطب وتخرجت وفكرت أنك تبي تبدأ تكمل الطريق أو تحصل تدريب في بريطانيا، فنبغى نحكوا شنو هي الطريق المناسبة اللي مفروض تسلكها عشان إيش؟ عشان في النهاية تحصل على تدريب في بريطانيا. فنبدأ بأول خطوة. سواء حنقوله مثلاً أنت كملت الطب وحالياً قاعد في الامتياز، بعدين فكرت أنك تبي تمشي لبريطانيا، تمام؟ في خطوات المفروض إيش تسلكها. مثلاً الخطوة الأولى، أنا عند الخطوة الأخيرة، أنا عند لين توصل. فنحن إن شاء الله اليوم حنمسك الخطوات هذين، نخذوهن بلا واحدة واحدة، ونحكوا عن موضوع نعتبره كأنه رحلة. يعني حنبدأ من أول خطوة لعند آخر خطوة بإذن الله. طبعاً أول حاجة المفروض تفكر فيها لو مثلاً تبي تمشي وتشتغل في بريطانيا، أول شيء أو أول متطلب هو إيش؟ هو اللغة، تمام؟ فحتكون أول حاجة عندنا شنو؟ هي الإنجليش لانجويج. وتوا حالياً حنحكوا أنك أنت حالياً قاعد في الامتياز، وتوا هذا أثناء وأنت في الامتياز بديت تفكر في بريطانيا. بعد ما نكمل الطريق كاملة بإذن الله حنرد بعدها ونحكوا لو أن مثلاً أنت طالب طب، شنو الحاجات اللي كان ممكن تديرهن أيام وأنت طالب طب يساعدنك في الطريق لبريطانيا. بس توا خلينا نحكوا على أغلبنا أو معظمنا أنهم يبدوا في التفكير أنهم يكملوا طريقهم برا بعد ما يكملوا الطب ويبدوا في الامتياز، لأن أغلبيتنا ونحن في الكلية في الغالب يكونوا مشغولين بالامتحانات وكذا، مرات ما يقدروش مفكرين في الموضوع. لكن توا حناخذوها من انت توا حاليا في الامتياز، شنو اول خطوه تبدا فيها؟ اول خطوه لازم ايش؟ تركز على موضوع اللغه، تمام؟ يعني لازم تحاول تقوي اللغه الانجليزيه بحيث في النهايه تتمكن انك ايش؟ انك تجيب الدرجه اللي مطلوبه في امتحان اللغه الانجليزيه، تمام؟ بالنسبه لبريطانيا شنو هن الامتحانات اللي مطلوبه منك؟ زمان كان بس امتحان اسمه الآيلتس، كان هو هذا اللي مطلوب، تمام؟ حالياً ضافوا عليه امتحان آخر وسموه Occupational English Test، كويس؟ حنحكوا على الاثنين، حنحكوا على شنو الميزات وشنو العيوب. ولو مثلاً عطوك الاختيار تمشي ما بين الآيلتس وما بين Occupational English Test، شنو أفضل امتحان حتختاره، تمام؟ هنجيو للآيلتس، تمام؟ الآيلتس هو عبارة عن أربع أجزاء، هو عبارة عن جزء listening وجزء writing وreading وspeaking، تمام؟ الoccupational English test حتى هو نفس النظام، listening وwriting وreading وspeaking. شنو شرط القبول في اللغة في بريطانيا؟ بالنسبة للآيلتس يبوك في كل سيكشن من هذين، من الأربعة هذين، ما تكون جايب أقل من 7/9، تمام؟ وتكون جايب overall 7.5/9، تمام؟ لأن طريقة التقييم طبعاً في الآيلتس في كل جزء يبدأ من 0 إلى 9، تمام؟ فهذا هو المطلوب، بالمينيمم requirement 7 في كل سيكشن، والأوفرول تكون جايب 7.5/9، تمام؟ بالنسبة للoccupational English test طريقة التقييم فيه مختلفة شوية. يعني هم يقيموا في كل سيكشن إلى A و B، C في منها C plus و C، و D و E. إيش المطلوب منك عشان تقبل في بريطانيا بالنسبة كشرط لغة؟ أن كل سيكشن ما تنزلش عن البي، تمام؟ يعني يجيب يا B يا A في كل سيكشن. بالنسبة للoccupational English test ما عندهمش نظام الأوفرول مارك، يديروا في مارك بس على كل سيكشن. فأنت مطالب تجيب يا بي يا اي، يعني لو في سيكشن واحد جبت سي حتى لو في الباقي جايب بي او اي ما يصير شيء. يعني لازم هن الأربعة يكون جايب بي، ولازم يكونن كلهن في امتحان واحد. ونفس الكلام هذا حتى هو الآيلتس، 7 والأوفر أول 7.5، ولازم تبقى جايبهن كلهن ايش؟ في امتحان واحد. طبعا لما جيت بحث درجة الآيلتس هذه ما تعتبرش درجة سهلة، يعني احيانا تضطر الامتحان الايلتس هذا تديره واجد عشان تقدر تجيب الدرجه المطلوبه. لكن لما جيت بهت الاكيبيشنال انجلش تيست الى حد ما او نسبيا
يعتبر أسهل بشوي من الآيلتس. ليش يعتبر أسهل؟ لسبب أساسي، أن الآيلتس مرات سواء الرايتنج ولا الليسنينج ولا حتى الريدنج عادة يجيك في موضوع علمي عام، مش بالضرورة يكون موضوع طبي أو موضوع متعلق إيش بالصحة العامة. بينما الإكيبيشن الإنجليش تيست السهولة اللي فيه إن كل المواضيع تكون مواضيع طبية، فلا حد ما الفوكابلري وكذا مش هيكون اشدد بالنسبة لك، وهذا اللي تخلي الإكيبيشن الإنجليش تيست إلى حد ما أسهل. فتوى هذه أول ميزة، ميزة الإكيبيشن الإنجليش تيست على الآيلتس إنه أسهل، واحتمالية إنك تجيب فيه الدرجة أسرع تعتبر أكبر في الإكيبيشن الإنجليش تيست لو قارنت إيش؟ لو قارنت بالآيلتس. الحاجة الأخرى اللي تعتبر الآيلتس ميزة عن الأو إي تي هو السعر. الآيلتس إلى حد ما يعتبر إيش؟ يعتبر أرخص في السعر من الإكيبيشن الإنجليش تيست. مثلا الآيلتس السعر متاعه حوالي إيش؟ $225، بينما الإكيبيشن الإنجليش تيست هو 578، بس هذا مش دولار أمريكي، هذا دولار أسترالي، يعني لما تحوله بالدولار الأمريكي تطلع تقريبا 377، فيعتبر أغلى شوية من الآيلتس، لكن بالمقابل يعتبر أسهل، واحتمالية أنك تجيب الدرجة فيه أسرع هي أكبر من الآيلتس. يعني توكي لو حطوا بيني خيار، هل نختار الإكيبيشنال إنجليش تيست ولا هنختار الآيلتس، حنمشي للإكيبيشنال إنجليش تيست باعتبارها أسهل وأسرع أني نجيب الدرجة. الحاجة المهمة سواء في الإكيبيشنال إنجليش تيست ولا في الآيلتس أن السيرتيفيكت متاعها صالحة بس لمدة سنتين. يعني أنت لما تجيب الإكيبيشنال إنجليش تيست مطالب أنك تدير امتحانات المعادلة خلال سنتين، تمام؟ لأن لو هلبن سنتين ما درتش امتحانات المعادلة تضطر تدير امتحان اللغة من جديد، تمام؟ الحاجة الأخرى المهمة، لما تدير امتحانات المعادلة وتجي وقت أنك تسجل مع نقابة الأطباء تدير تسجيل مع الجي ام سي، لازم الانجليش لانجويج سيرتيفيكت بتاعك تكون valid. يعني لو هلب عليها سنتين وما زلت ما سجلتش مع الجي ام سي حتى لو كنت ناجح في البلاب تضطر تعوده من جديد، لان عند وقت جي ام سي ريجستريشن لازم الشهاده تكون valid. معناها شهاده اللغه تحتاجها عشان تدير بيها امتحانات المعادله، تمام؟ والحاجه الاخرى تحتاجها وقت التسجيل مع الجي ام سي. فمعناها يفضل انك ما تبداش تدير امتحانات اللغه الا وانت خلاص عقد العزم ان بمجرد ما تجيب اللغه تبي تدير في جرده الامتحانات البلاب او امتحانات معادله اللي حنحكوا عليهم شوي اخرى، وتبي تسجل مع جي ام سي. لانك لو درتها مثلا فرضا انت حاليا ثالثه او رابعه طب ودرت الاكيبيشنال انجلش تيست وانت مفكر تبي تدير البلاب او تمشي لبريطانيا بعد التخرج، مش حتستفيد منه، لان لما يجي وقت التخرج حيكون ايش؟ حتكون صلاحيته منتهيه. فأنت لازم تديره في الوقت اللي خلاص أنت ناوي تدير فيه البلاب وتمشي وين؟ وتمشي لبريطانيا عشان توفر على نفسك وتديره إيش؟ وتديره مرة واحدة، تمام؟ طبعا نفترض أنك نهيت خطوة اللغة وجبت الدرجة المطلوبة، شنو الخطوة الثانية اللي لازم تديرها أو هي واحدة من الريكوايرمنت اللي لازم يكون عندك عشان تقدر تشتغل كطبيب في بريطانيا، اللي هي شنو؟ اللي هي المعادلة. طبعا ها عندنا شقين، يا أما تدير المعادلة البريطانية الامتحان الشهير اللي هو اسمه البلاب، او في طريق اخرى غير البلاب اللي هي اي امتحان ممبرشيب للرويال كوليج. مثلا لو عندك فول ام ار سي دي، او مثلا عندك فول ام ار سي اس، ولو عندك حتى امتحان الممبرشيب بتاع الاطفال بتاع الجايني، كلهن ينطبق عليهن ايش؟ نفس المثل. طبعا جو قبل ما نحكي على تفاصيل البلاب، خلينا ايش نوزنوهم مع بعضهم ونشوفوا اين المفروض نختار، شنو ميزه هذا وشنو ميزه هذا. طبعا ميزه البلاب لما نقارنه مثلا بالمار سي بي ولا بالمار سي اس يعتبر سهل واجب، تمام؟ يعني امتحانات المار سي بي او حتى المار سي اس الممبرشيب بشكل عام يعتبر اصعب، فهذه ميزه تمشي للبلاب ان البلاب اسهل. ثاني حاجه الوقت اللي تقدر تدير فيه الامتحان، أجزاء البلاب تقدر تنهيهن في غضون شهور قليلة، لكن الممبرشيب عادة يأخذن وقت أطول، تمام؟ فهذين هن الميزات والعيوب. يعني أغلبية هن عبارة عن ميزات للبلاب، يعني البلاب أسهل من المار سي بي وأسرع، تمام؟ في ميزات أخرى ممكن للمار سي بي، إن هي شنو؟ إن المار سي بي عبارة عن ثلاث أجزاء، تمام؟
هن الثلاثه تقدر تدينهن خارج بريطانيا. يعني لو انت قررت تدير الار سي بي عشان تجيبيه لبريطانيا، ميزته اثناء وانت تمتحن في الار سي بي مش هتحتاج فيزا بريطانيه، لان كل الاجزاء الثلاثه تقدر تديرهن وين؟ تقدر تديرهن خارج بريطانيا. لكن البلاب شنو؟ الجزء الاول منه بس هو اللي تقدر تديره خارج بريطانيا، واقرب دوله لنا مثلا مصر ودول الخليج وتركيا، كلهن يديرن فيها. العيب شنو؟ انك لما تدير بارت 2 ما يندرش الا في مانشستر في بريطانيا، وفي الحاله هذه حتحتاج فيزا عشان تدير الامتحان. فهنا ميزتين للبلاب، السهوله والسرعه، وميزه للمار سي بي انك ممكن تديرها بالكامل من غير ما تحتاج ايش؟ من غير ما تحتاج الفيزا اللي ممكن تواجهك فيها مشاكل. تو انا مش حنحكي على امتحانات المار سي بي، حنحكي على البلاب باعتباره انه هو ايش؟ انه هو الامتحان الاشهر في الطريق لبريطانيا. البلاب هو عباره عن جزئين، تمام؟ حنبدا تو ايش؟ ببلاب 1. معلش دكتورة أنيس، تشوف الشات صح؟ خليني أشوفك. الشات تلقات تحت. هو في شات بس. تمام، بس عشان نأكد بس إنك يعني، لأن في طلبة يسأل وتكون مع تواصل معهم. مشكور جدا. تمام. بل الصوت وكل شيء واضح لأنت؟ كل شيء واضح تماما. فنبدأ تو نحكي على بلاب 1، تمام؟ بلاب 1 هو عبارة عن MCQ، الامتحان عبارة عن 180 MCQ، وتديرهن في كم؟ وتديرهن في 3 ساعات، بمعنى عندك دقيقة على كل MCQ، يعني الوقت يعتبر شوية ضيق فيه. ألا هو كمستوى صعوبة يعتبر يعني امتحان متوسط أو أقل من المتوسط، يعني يعتبر امتحان سهل ما فيش مشكلة. شنو الشروط اللي مفروض تستوفيهن عشان تقدر تدير البلاب؟ أول شرط أنك تكون عندك شهادة الطب. يعني مش بالضرورة في البلاب 1 أنك تكون مكمل الامتياز، مجرد أنك تخرجت وعندك الشهادة تقدر تدير امتحان البلاب. طبعاً في كليات ليبيا الغالبية ناخذ في الشهادة بعد ما نتم الامتياز، لكن لو أنت حبيت تديرة بعد سنة خامسة على طول والشهادة مش عندك، تقدر تأخذ ورقة من الكلية تفيد أنك نجحت في الامتحانات وأنك مستوفي شروط التخرج. معنا بشكل شخصي ما نشرحش، يعني ما ننصحش أنك تدير البلاب 1 في فترة الامتياز، نفضل انك تديرها بعد ما تكمل الامتياز، وحنقول لكم السبب شوي اخر. نجي تو للشرط الثاني بتاع البلاب 1. طبعا اول شرط انك تكون متخرج واخذ شهادتك، ثاني شرط لازم تكون جايب الدرجه المطلوبه في اللغه. طبعا حكينا عليها، كانك اخترت الايلتس تبي في كل سيكشن مش اقل من 7/9، واوفر اول تبي 7.5/9، ولو انت اخترت تدير الاكيبيشنال انجلش تيست في كل سيكشن ما تنزلش عن بي، يعني تكون يا بي يا اي في كل سيكشن. لما تجد استوفيت الشروط تقدر ايش؟ تقدر تدير امتحان البلاب 1. طبعا امتحان البلاب 1 كيف تحجز له؟ في موقع الجي ام سي اللي هو موقع الجنرال ميديكال كونسل، تمشي للموقع وتدير اونلاين اكونت، الحجز وكل شيء يتم الكترونيكلي عن طريق ايش؟ عن طريق الموقع. مواعيد امتحان البلاب هو 4 مواعيد في السنة، يديروا فيه في شهر 3، ويديروا فيه في شهر 6، ويديروا 9، ويديروا فيه ايش؟ في شهر 11. وأماكن الامتحانات متوفرة سواء كانت داخل بريطانيا أو برا بريطانيا. طبعا برا بريطانيا يديروا فيه في مصر وتركيا وأغلبية دول الخليج موجود فيه امتحان البلاب 1. بالنسبة للباس مارك من 200، يعني تتراوح ما بين مثلا 126 الى 135 على 200، فتعتبر الباس مارك مش عاليه واجد، حوالي يعني من 65% تقريبا. نجول للشيء الاخر، كم يكلف امتحان البلاب 1؟ يكلف بالباوند بالاسترليني 239 باوند. بعد ما تنجح في بلاب 1 تجي الخطوه الثانيه اللي هي شنو؟ اللي هي بلاب 2.
طبعا في حاجة من وقت ما تطلع النتيجة متاع بلاب 1 عندك سنتين عشان يدير بلاب 2 وتنجح فيه. لو فرضا فات عليك سنتين من تاريخ نجاحك في البلاب 1 وما درتش بلاب 2، في الحالة هذه يطر بلاب 1 لاغي وتضطر تعاود وتديره من جديد. تمام؟ نجيو توا لبلاب 2، نجيو نحكوا على المكان. طبعا بلاب 2 ما يندرش إلا في مكان واحد في مانشستر، يعني حتى في بريطانيا ما يندرش إلا في مكان واحد، يندر في مانشستر. ففي الحالة هذه أنت تحتاج فيزا، فيزا بريطانيا عشان تقدر تجي وتدير الامتحان. طبعا الفيزا في منها نوعين، يا إما فيزا زائر هذه تقدر تجي بها وتدير بها الامتحان، أو فيزا طالب زائر student visitor. عادة الفيزا لما تقبل يعطوها لك 6 شهور، وهذه حاجة كويسة. الحاجة الأخرى يعطوها لك multiple entry، يعني تقدر تمشي وتجي بها أكثر من مرة. بالنسبة للتكاليف الفيزا الزائر دي ما في ما بين 125 إلى 130 دولار أمريكي، هذه تكاليف الفيزا. باهي شنو تكلفة امتحان بلاب 2؟ طبعا يكلف بالاسترليني حوالي 875 باوند، هذا بالاسترليني. البلاب 2 هو عبارة عن شنو؟ البلاب 2 هو عبارة عن امتحان عملي، الفورمات متاعها هي اوسكي اكزام، عبارة عن 18 ستيشن. الستيشنز هذين متعددة، طبعا كل ستيشن مدتها 8 دقائق. الستيشن هذه ممكن تكون هيستوري تيكينج، ممكن يكون اكزام، ممكن يكون كونسلنج. مثلا واحد يقول لك يبي يسيب التدخين ويبي مثلا نصائح كيف يسيب، او مثلا في ميل تبي تبدا اورال كونترسبتيف بيلز بس تبي شنو هو النوع المناسب. فذين الستيشنز هذين يسموا فيه كونسلنج. وفي نوع اخر يسموا فيه ايش؟ براكتيكال بروسيجر. طبعا البروسيجر تديرها على مانيكن، تمام؟ مثلا تركب كانيولا، اي بي جي سامبل، تركب كاثيتر، باب سمير، هذين كلهن تديرهن ايش على المانيكن، وهذين يكونن ستيشن في الامتحان. وفي نوع اخر يسموا فيهن التوكينج مانيكنز. التوكينج مانيكنز انت حتدخل على مانيكن، تمام؟ يتكلم، يعني في نفس الميكروفون جوا واحد يتكلم بالنيابه عنه. ولما تجي تفحصها حتلقى فيه ايش؟ كلينيكال ساينز، فحتى هذا يستخدموا فيه. غالبا يجيبوا حالات مثلا اكيوت سيفير اسما، حالات مثلا يجد فيها فالف ديزيز، فهذين هن اللي يجيبوا فيه. نجو توا الى كيف تستعد للامتحان هذا. طبعا الامتحان هذا عشان تستعد له من المهم جدا انك تاخذ بريباراتوري كورسز. اشهر كورس موجود في اليو كي يحضرك الامتحان هذا اسمه كومن ستيشنز. الكورس هذا المدة اسبوعين، تمام؟ التكلفة 595 باوند، هذه تكلفة الكورس. الميزة في الكورس شنو؟ انك لما تكمل الاسبوعين، في اي وقت بعد الاسبوعين هذين حبيت تجي للمركز وتدير براكتس سواء على المانيكنز او تدير براكتس مع حد اخرى، في اي وقت تقدر تجي وما تدفعش عليه حاجه زياده. الحاجه الاخرى شنو؟ يوفروا في سكن جماعه الكومن ستيشن، والسكن يعتبر رخيص نسبيا، يعني حوالي 15 باوند في الليله. تمام؟ تو في حاجه ما قلتهاش في بلاب 1 اللي هو كيف تحضر له. لكن طبعا خلينا تو نكملوا بلاب 2 تو نردوا نحكوا عليه. فبلاب 2 طريقه التحضير، تحصل فيزا، بعدين تجي لبريطانيا، مكان الكورس موجود في لندن. مده الكورس اسبوعين. عاده بعد الكورس تحتاج 4 أسابيع عشان تدير براكتس وتطبق كل الكلام اللي تعلمته في الكورس قبل ما تدير الامتحان. فمده التحضير بالكامل في بلاب 2 هتكون حوالي 6 أسابيع، منهن اسبوعين الكورس ومنهن 4 أسابيع تدير ايش؟ تدير براكتس على الكلام اللي تعلمته في الكورس. ردوا تو على البلاب 1 ونحكوا على طريقه التحضير. طبعا البلاب 1 نفس ما قلنا انه هو 180 ام سي كيو. التحضير له ما تستحقش لا كتابات ولا كورسات ولا فيديوهات. الشيء الوحيد اللي تستحق له
موقع اسمه الباس ميديسن. الباس ميديسن هذا فيه شنو؟ فيه كويشن بانك. كويشن بانك هذا فيه حوالي 3200 ام سي كيو. هذين بس اللي تحتاجهم، يعني 3200 ام سي كيو اللي موجودات في موقع الباس ميديسن لما تقراهن وتسجل النوتس متاحن، هن هذين اغلب الاشياء اللي تحتاجهن. يعني ما تحتاج لا كتابات ولا فيديوهات ولا كورسات بالنسبه للبلاب 1. مده التحضير للبلاب 1 يعني خلوها ان افريج مثلا من شهر الى شهرين. فتو لما تشوف طريق البلاب 1 من اول ما تميت اللغه، بلاب 1 في حد ذاته يبي من شهر الى شهرين تحضير، وبلاب 2 اسبوعين الكورس وأربعة أسابيع تحضير ما بعد الكورس، يعني من ستة أسابيع وشهر إلى شهرين. يعني تقدر تقول ممكن في غضون أربعة شهور تقدر تكون ناهي البلاب 1 والبلاب 2. نجي توا شنو إلى شنو الخطوة اللي تجي ما بعد البلاب 2. فتوا شنو تو نحن نهينا اللغة ونهينا بلاب 1 ونهينا البلاب 2. طبعا في خطوة مهمة قبل ما تبدأ تشتغل كطبيب، انك لازم تكون مسجل مع نقابة الأطباء في بريطانيا. طبعا نقابة الأطباء اسمها الجنرال ميديكال كونسل. فأنت لما تبقى نهاية اللغة وبلاب 1 وبلاب 2 تكون محتاج تسجل ايش مع الجي ام سي، تدير جي ام سي ريجستريشن. طبعا التسجيل جزء منه يكون اونلاين، وفي جزء اخرى لازم تجي فيس تو فيس يسموه فيها دوكومنت تشيك عشان تكون هذه الخطوة النهائية. واحدة من الحاجات اللي يتطلبها التسجيل بعد ما تبقى نهاية امتحاناتك انك تدير verification للشهادة متاعك. طبعا verification هذا كيف يصير؟ في موقع اونلاين اسمه الابك، تدير فيه اونلاين اكاونت وتعطيهم شهادتك، هم حيدزوا الشهادة متاعك للمؤسسة اللي هي ECFMG اللي هي مسؤولة عن verification. ECFMG حتتواصل مع الجامعة بتاعك للتأكيد. طبعا التواصل يصير عن طريقتين، لو ان الجامعة مسجلة مع الاونلاين بورتال سيستم حتدز اوراقك الكترونيكلي ويردوا عليهم الكترونيكلي، وهذه حتكون اسرع بواجد وتوفر وقت. لو الجامعة مش مسجلة مع السيستم هذه حيدزوها ايش؟ حيدزوها بالبريد العادي. تمام. المهم بعد ما الاي سي اف ام جي راسلت الجامعة والجامعة ردت على الاي سي اف ام جي وصار الفيريفيكيشن، الاي سي اف ام جي حيدزولك تمام ان الدوكمنت بتاعك فيريفايد، وبعدين انت ايش هتبعثها للجي ام سي. وهذه ايش خطوه مهمه في التسجيل. وبعدها تنهي باقي الريكويرمنت اللي هي عباره عن ايش؟ عن دوكمنتس ابلكيشن تملاها، لكن هذه هي ايش؟ هي اهم خطوه الفيريفيكيشن بعد الامتحانات. طبعا التسجيل مع الجي ام سي تكاليفها بالنسبه لاول مره تسجل مع الجي ام سي حتكون التكلفه 406 باوند. بس هم يديروا فيه ديسكاونت، الديسكاونت هذا يديروا فيه المن. لو أنت طالب حديث التخرج يعني لك أقل من 5 سنين هيعطوك ديسكاونت، بدل ما تدفع 406 في أول سنة تدفع 156 باوند بس. فتوا خلينا نراجع الطريق من الأول. لو أنت حاليا موجود في الامتياز وتفكر أنك تمشي لبريطانيا تمام؟ أول شيء أثناء وأنت في مرحلة الامتياز النقطة المهمة اللي تركز عليها هي اللغة، يعني تطور روحك في اللغة، تستعد للامتحانات هذين. برأيي لو خيرت ما بين الآيلتس والإكيبيشنال إنجليش تيست، الأفضل إنك تختار الإكيبيشنال إنجليش تيست لأنه أسهل بواجد من الآيلتس، ونسبة إنك تجيب الدرجة وتنجح فيه من أول مرة أعلى بواجد من الآيلتس. يعني الآيلتس نعرف واجد يعني اضطروا يدروه 6 7 8 9 مرات لين قدروا يجيبوا الدرجة، لكن occupational English test إلى حد ما من مرة من مرتين الأغلبية يقدر يجيبوا الدرجة. سواء مثلا مرحلة الامتياز درت اللغة سواء كانت IELTS ولا occupational English test وحصلت الشهادة متاعك، الخطوة الثانية أنك إيش؟ أنك تدير بلاب 1. طبعا بلاب 1 تقدر تديره برا بريطانيا تمام؟ وعرفنا أن التكلفة متاعها حوالي 240 باوند، وهو عبارة عن امتحان MCQ. طبعا هو مش كمبيوترايز، هو ام سي كيو لكن امتحان ورقي، وطريقه الاجابه هي طريقه التضليل اللي نعرفها كلنا. تو بعد مرحله البلاب 1 تقدر تدير بلاب 2. طبعا بلاب 2 ما يندرش الا في مانشستر، وتحتاج فيزا لدخول بريطانيا، والفيزا اللي يعطوها لك مدتها 6 شهور.
وعرفنا أنك عشان تحضر الامتحان تشترك في الكورس اللي هو أشهر كورس وأفضل كورس هو اسمه Common Stations. هذا مدة أسبوعين، تكلفته قرابة 600 باوند، وزيد معاها يعني مصاريف الإقامة بتاعك 15 باوند في الليلة لو حصلت سكن عندهم. وبعد ما نهيت الكورس اللي هو مدة أسبوعين تبي تدير براكتس بعد الكورس لمدة 4 أسابيع، وبعدين إيش؟ بعدين تدخل على الامتحان. طيب خلينا نجو من عند مرحلة أنت خضيت الفيزا اللي هي مدتها 6 شهور ودخلت درت الكورس متاعك اللي هو مدة أسبوعين، تمام؟ وبعد الكورس درت براكتس حوالي 4 أسابيع، بعدين هنا درت الامتحان، وعادة النتيجة تطلع بعد أسبوعين. يعني أنت تقريبا في المرحلة هذه استهلكت 2 شهر من 6 شهور متاع الفيزا. هل بعد ما تدير الامتحان هل تروح طول؟ المفروض لا، المفروض 6 شهور بقدر الإمكان تقعدهن. يعني بعد ما درت أول 2 ودرت البلاب 2 ونهيت الموضوع، أفضل شيء تديره في 3 شهور أو 4 شهور المتبقيات في الفيزا أنك تدير clinical attachment. clinical attachment أنك تقعد observer في مستشفى، تمام؟ شنو الميزة؟ الميزة أنك تتعرف على هو طبعاً صعب أنك تعرف السيستم لين تبدأ تشتغل رسمي، لكن لما تكون observer حتاخذ على الانفايرومنت، على الوضع بشكل عام في المستشفيات، واللي أهم من هيك حتكون عندك معرفة شخصية من بكونسلتنت. الكونسلتنت هذوم لما تبدأ تقدم على وظائف أو تقدم على جوب حيكونوا هم من؟ هم الريفرنس بتاعك. طبعا لما تعبي أي جوب أبليكيشن يطلبوا منك بي ريفرنس. طبعا لما تيجي متعرف كونسلتنت في اليو كي وهم اللي يكون الريفرنس بتاعك، تكون الموضوع أسهل من أنه يكون كونسلتنت في بلادك. أسهل حتى من ناحية التواصل بالنسبة لهم عن طريق الإيميل. هيك كملت الفيزا ودرت الكلينيكال اتاتشمنت ونجحت في بلاب 2، وتو قعد عندك جي ام سي ريجستريشن. اه في حاجه اخرى نسيت نقولها بخصوص بلاب 2، انك لما تنجح في بلاب 2 عندك 2 من تاريخ نجاحك في بلاب 2 عشان تسجل مع الجي ام سي. يعني لو هلبن 2 ما سجلتش مع الجي ام سي، البلاب 2 يعتبر لاغي ولازم تعود. فهذه هي الفكرة، مجرد أنت ما بديت في اللغة يفضل أنك ما توقفش اللغة في جرتها بلاب 1 في بلاب 2، لأنك حيقعد عندك الوقت محدود. اللغة صلاحيتها 2 وأنت محتاج عشان يدير بلاب 1 ومحتاجها لما تجي تسجل مع جي ام سي أنها تكون valid، وكذلك بلاب 1 يعطيك 2 بس عشان يدير بلاب 2، وبلاب 2 يعطيك 2 عشان تسجل مع جي ام سي. فيفضل مجرد ما بديت في اللغة، مجرد ما جبت درجة في اللغة، البلاب تديرها في جرة اللغة، بحيث ايش؟ بحيث تستغل الوقت وما تضطرش تعاود الامتحانات بسبب ان ايش؟ ان الوقت المحدد هلب. فتوا نجو عند مرحلة الجي ام سي ريجستريشن، وانت حاليا عندك جي ام سي ريجستريشن، معنى ان عندك جي ام سي ريجستريشن انك تو انت eligible واستوفيت الشروط انك تبدا تشتغل وبراكتس as a physician في اليو كي. بس قبل ما نحكي في المرحلة اللي هي ما بعد جي ام سي، خلينا نعقبه على نقطة بخصوص البلاب. في طريقة assessment جديدة اسمها UK Medical Licensing Assessment. الطريقة هذه بيستبدلوا بها امتحان البلاب. وهو طريقة assessment هذه نفس القصة، هي عبارة عن جزئين، Part 1 و Part 2. Part 1 MCQ، بس الفرق انه حيكون computerized، والجزء الثاني حيكون ايش؟ حيكون عملي. بس امتى حيبدا العمل بالنظام هذا؟ حيبدا فيه يعني في بدايه 2023. يعني البلاب معمول به من تو لعند بدايه 2023. فرضا لو انت مثلا درت بلاب 1، كان عندك بلاب 1 دير ونجحت فيه، وبعدين غيروا السيستم الى يو كي ام ال اي، هل البلاب 1 بتاعك يضيع؟ لا ما يضيعش. الفرق انك بدل ما تدير بلاب 2 تدير بس الجزء الثاني بتاع اليو كي ام ال اي، تمام؟ يعني من تول عند 2023 البلاب ما زال ماشي، من 2023 حيغيروه يقعد يو كي ام ال اي. نجو تو حاليا انت عندك جي ام سي ريجستريشن
في المرحلة هذه أنت تقدر تبدأ شغل في اليو كي وما فيش أي مشكلة. قبل ما نبدأ على قصة الوظائف والتدوير، خلينا نتعرف على نظام العمل في بريطانيا كيف ماشي. طبعا بريطانيا طريقة العمل فيها قسمين أو قسمين كبار، جزء يسموا فيه non-training post والجزء الآخر يسموا فيه training post. يعني هذه وظيفة أنت تشتغل كطبيب بس أنت خارج النظام التدريبي، والنظام الثاني أنت تشتغل كطبيب لكن أنت قاعد في النظام التدريبي متاعهم. طبعا من الناحية هذه تختلف عن أمريكا. أمريكا مش هتقدر تشتغل غادي إلا عن طريق الترينينج، ما فيش نظام الان ترينينج، يعني لازم تمر بمرحلة الماتش. لكن هنا تقدر تخش عن طريق النون ترينينج. طبعا رياليستيكلي واقعيا وانت برا بريطانيا من الصعب وانت برا بريطانيا تقدم على ترينينج بوست، فغالبا نحن أول وظيفة أو أول شيء نقدمه عليها هي نون ترينينج. طبعا شنو الليفل اللي تقدم عليه؟ طبعا يختلف. لو فرضا انت نهيت الامتياز وبعد الامتياز درت امتحاناتك وجيت، يعني خبرتك بعد التخرج كانت 12 شهر الامتياز، يفضل انك تقدم على حاجه اسمها FY2 اللي هي سنه الامتياز الثانيه. لان السيستم في بريطانيا كيف؟ اللي تخرج من الطب يدير سنه الامتياز الاولى اللي يسموا فيها FY1، ويدير سنة الامتياز الثانية اللي هي الـ FY2. يعني عندهم الامتياز سنتين وبعدها يبدأ مرحلة الـ SHO. فلو أنت في بلدك كملت الامتياز بس، يفضل الوظيفة اللي تقدم عليها تكون عند ليفل FY2 وتكون non-training اللي هي أول وظيفة تقدم عليها. لو مثلا أنت نهي الامتياز وعندك سنوات خبرة مثلا سنتين ثلاثة بعد الامتياز، هتقدر تقدم إيش على الـ SHO طول، ما تحتاج انك تقدم على الـ FY2 level. طريقة التقديم على وظائف في طريقتين، يا اما عن طريق الموقع الشهير اسمه NHS Jobs، هذه طريقة تسجل ودير اكاونت ويجي الادفرتايزمنت بتاع الجوب يطلع عليها وانت تقدر تقدم، او عن طريق Recruitment Agency. Recruitment Agency تعتبر أسهل إلى حد ما لأنهم يوفروا في تسهيلات واجد، مثلاً يساعدوا في موضوع الفيزا، أول جيتك لليو كي يساعدوك شوية في أول أيام، فنفضل الطريقة الثانية اللي هي التسجيل عن طريق Recruitment Agency، هم اللي حصلوا لك الوظيفة. ردوا وراجعوا من جديد، تو أنت نهيت كل المتطلبات وتم عندك GMC Registration، أول جوب المفروض تجي بيها لليو كي هتكون non-training، وطبعاً هي حتكون يا FY2 يتكون على SHO level. فرضاً توا أنت تبي تخش للترينينج لأن هو هذا الهدف الأساسي، لما تجي لبريطانيا مش حتكمل شغلك في non-training post، حالغاية أنك تبي تمشي وتخش في الترينينج سيستم، لأن الترينينج سيستم هذا هو اللي رقيق لين توصل لمرحلة متخصص. لكن non-training هذا بمثابة bridge، أول جيتك لبريطانيا لين تتعرف على السيستم وبعدين تقدم ايش؟ تقدم على الترينينج. تو خلينا نعطيكم فكره على الترينينج في الانترنال ميديسن. التقديم على الترينينج في الانترنال ميديسن عند موعد ثابت، والبدايه حتى هي لها موعد ثابت. يعني عاده التقديم في لها 2 راوند. راوند 1 تبدا من نهايه شهر 11. وراوند 2 تبدأ من نهاية شهر 2 وشهر 3. الفكرة شنو؟ الفكرة أن البوزيشن اللي ما امتلنش في الراوند 1 يفضل للراوند 2 وتقدر تقدم عليه من جديد. زمان بالنسبة للانترناشنال دكتورز كان في مشكلة اللي هي لو أنت مناكش بريطاني أو مناكش من الجنسية الأوروبية، انت ما تقدرش تقدم على راوند 1 ولازم ترجع راوند 2. طبعا الراوند 2 البوزيشن اللي يفضل حيكون اقل طبعا مقارنه بالراوند 1، بس تو تغير ان الرولز والريجوليشن، والحاجه الكويسه تو انك كيف البريطاني او الاوروبي تقدر تبدا تقدم من راوند 1. فموعد التقديم يبدا من شهر 11 في الراوند 1، وراوند 2 اللي هي شهر 2 أو شهر 3، والبداية عادة تكون في شهر 8، ف
في الأربعاء الأول من شهر 8 في كل سنة. فمعرض أن نقدر نفترضه أنك مثلاً بديت مثلاً في شهر 3 جيت لبريطانيا وبديت في الوظيفة متاعك، فتجد تشتغل لين يجي شهر 11، فشهر 11 تبدأ تقدم على التدريب، وشهر 8 اللي بعده تبدأ تبدأ في مرحلة التريننج. خلينا نحكي على الشروط الأساسية، شنو الشروط اللي لازم تكون مستوفيهن عشان تقدر تقدم على internal medicine training في بريطانيا. أول شرط، بعد ما تكون ناهي سنة خامسة اللي هي السنة الأخيرة في الطب، لازم تكون عندك خبرة مدة 24 شهر. طبعاً ال 24 شهر محسوب فيهن سنة الامتياز، يعني تبي سنة امتياز وسنة ما بعد الامتياز عشان تقدر تقدم تقدم على ال internal medicine. الحاجة الثانية، لازم تكون مكمل foundation program. طبعا الفاونديشن بروجرام هو اللي حكينا عليه هنا، اللي هو سنه الامتياز الاولى وسنه الامتياز الثانيه. باهي لو فرضنا انت مش داير امتيازك في بريطانيا، كيف الحال في اكثر من 90% من وضعنا؟ في طريق اخرى، لو انت مش داير فاونديشن، في الترناتيف سيرتيفيكت او يسمون فيها فاونديشن كومبتنسي سيرتيفيكت. هذه كيف نظامها؟ هي عباره عن فورم يعني حوالي حاجه 30 صفحه، المفروض يوقعها لك كونسلتنت. فأنت مجرد ما تبدأ شغل في بريطانيا من شهرين إلى ثلاثة هتلقى كونسلتنت يوقع لك على الورقة هذه وتجد لك إيش استوفيت الشروط. فتوى 24 شهر الفاونديشن كومبتنسي وتجد لك استوفيت الشروط وتقدر تقدم شنو؟ تقدر تقدم على التريننج. نبي نحاول نعطيكم فكرة على الابليكيشن. طبعا أنت لما تبي تقدم على internal medicine في نظام ابليكيشن تملاها، والابليكيشن نظامها score system، وكل ما زاد السكور كل ما زادت فرصتك انك تحصل قبول في التريننج. فتو حنعطيكم فكره على السكورينج سيستم. تو مثلا هذه الابلكيشن بشكل عام، السكشنز اللي في الابلكيشن، هذين النقاط المهمه اللي مفروض تكون موجودات عندك في السي في عشان تحصل على اكبر عدد من النقاط. طبعا الاندر جراديويت شنو؟ طبعا لان في بعض الطلبه كيف النظام متاعهم يكون عنده undergraduate degree غير الطب، مثلا في اللي يجد مثلا قاري علوم او قاري كيمياء وبعدين مثلا تخرج الطب، هذا يقدر يحصل منها نقاط. طبعا هذه في اغلبيتنا عاده في undergraduate مش هنحصل، اغلبيتنا ان احنا خشين طب على طول. تمام. الحاجه الاخرى البوست جراديويت، في اي حاله لو عندك بوست جراديويت سيرتيفيكت، مثلا عندك ماستر او عندك شهاده دكتوراه، تقدر تكتبها وتقدر تحصل عليها درجات. الحاجة الثالثة presentations، مثلا انت لو عندك presentations سواء كانت oral او poster presentation مشارك بها في مؤتمر سواء كان على المستوى المحلي او المستوى العالمي، حتى هي تقدر تضيفها وتحصل عليها درجات. الشيء الاخر اللي هو publication، لو انت مثلا ناشر بحث ومحصل publication، حتى هي تقدر تضيفها في الابليكيشن وتحصل عليها ايش؟ تحصل عليها score. التيتشنج حتى هي مهمة. طبعا التيتشنج مش بالضروري تكون محاضرة بشكل رسمي في الجامعة، ممكن انت مثلا تقدر تعطي محاضرة بشكل اسبوعي مثلا في المستشفى وتاخذ عليها فيدباك، وهذه تنحسب لك ايش؟ تنحسب لك تيتشنج اكسبيرينس. في حاجة اخرى يسموا فيها كواليتي امبروفمنت بروجكت اللي هو الاوديت. فكرة الكواليتي امبروفمنت بروجكت انك انت تبي تحاول ترتقي بالكواليتي بتاع الهيلث كير سيستم في المستشفى بتاعك، فانت اكيد بتشوف موضوع وتدرسه وتحاول تطور منه. مثلا مرات الموضوع يكون شيء بسيط بكل، مثلا ممكن توزع استبيان مثلا على التمريض او الدكاتره، في الاستبيان هذا مثلا تسالهم هل هم ملتزمين مثلا بالهاند ووشنج قبل وبعد فحص المريض ولا لا. فمرات انت درت الجزء الاول من الاستبيان لقيت مثلا 70% قالوا لك نحن ملتزمين، تمام، و30% لا. بعد المرحله الاولى مثلا دير نفس الايديوكيشن، تبين لهم شنو اهميه الهاند ووشنج وكذا، وبعدين تدير السكند سايكل وتشوف هل زادت النسبه الناس اللي تموا كومبلاينت مع الهاند ووشنج ولا لا. فمرات مثلا الفيرست سايكل كان 70%، السكند سايكل تو 99% تم عندهم هاند ووشنج. وهذا مثلا يعتبر كواليتي امبروفمنت بروجكت، وقيس عليها، ممكن يكون ابسط ممكن يكون اكثر تعقيدا، لكن هذين كل الحاجات مهمه. فتو تعرفنا على شنو هن الاشياء اللي تديرهن ويزيد لك سكور في الابلكيشن بتاعك. وهذا ياخذنا للسؤال، لو فرضا انا ما زلت طالب في الطب، مثلا انا مش في مرحله الامتياز، انا طالب في الطب،
شنو الحاجات اللي ممكن تديرهن وتساعدني في بريطانيا. طبعا مش منصوح انك تدير اللغه لسبب انك علي ما درت اللغه لما يجي وقت البلاب حتكون شهاده اللغه طاحت صلاحيتها وتضطر تديرها من جديد. ممكن تطور لغتك الانجليزيه هذه حاجه، بس ما تديرش الامتحانات الا لما تبقى جاهز انك تكون تدير البلاب. الحاجات الاخرى هن اللي موجودات في الابلكيشن، يعني وانت طالب تقدر تشارك المؤتمرات، تعطي برزنتيشنز، تمام. هذين كنا حيكون النقاط. لو مثلا في احتماليه انك تقدر تدير ريسيرش، حاليا في الفيسبوك جروبات، في جروب ليبيا ريسيرش جروب يشاركوا ويديروا في ابحاث ويديروا في ببليكيشنز، ممكن تشارك معاهم وتطور من السي في بتاعك. تيتشنج هذه مثلا تقدر تديرها بشكل بسيط، يعني تقدر كل اسبوع مثلا حتى مثلا محاضره في الكليه تعطيها للباقي الطلبه، يعني مش بالضروري تكون محاضر رسمي في الجامعه. والحاجه الاخرى كواليتي امبروفمنت، لما تبدا في السنوات الكلينيكيه تقدر تديرها. فهذين الحاجات اللي تقدر تديرها اثناء وانت طالب ويساعدنك بعدين. طبعا اغلبيتنا ما درناهنش اي من احنا طلبه، ولما جينا في اول وظيفه اضطرينا نديرهن كلهن، لكن هذين من ضمن الحاجات اللي تقدر تديرها اثناء وانت طالب. نبي نعطيكم شوي فكره على المنافسه في الانترنال ميديسن والمنافسه في باقي التخصصات. تو هذا عندنا اول راوند، طبعا نحن قلنا التريننج في منا راوند 1 وفي منا راوند 2، تمام. راوند 1 شوف مستوى المنافسه، الكومبيتيشن ريشيو في السنه اللي فاتت كان 1.42، يعني تقريبا كل 3 بوزيشنز متاحه يقبلوا 2، فتعتبر الفرصه تعتبر عاليه وفرصه كويسه. تو خلينا مثلا نقارنوها بالراوند 2. راوند 2 النسبة زادت، تمت الكومبيتيشن ريشيو 2.19، وطبعا هذا متوقع لأن راوند 2 هي عبارة عن البوزيشنز اللي ما امتلينش في راوند 1، تمام، وقاعدا أو فضلا لعند الراوند 2. هناخذ فكرة تو على الكومبيتيشن في باقي التخصصات، لأن دائما ديما السؤال مثلا هل الجراحة ممكنة في بريطانيا، هل باقي التخصصات ممكنة ولا لا. فعشان ما نجاوبوش بشكل سبجكتيف خلينا نجاوبه بشكل اوبجكتيف ونحكوا بالارقام. مثلا تو هنا لو انت تبي تقدم على الجراحه، تريننج في الجراحه، هذه نسبه الكومبيتيشن ريشيو 2.93، يعني تقريبا من كل 10 يقدموا كم حياخذوا منهم؟ ياخذوا منهم ممكن 3 أو 4، يعني نسبيا تعتبر نسبه المنافسه في الجراحه اكثر من نسبه المنافسه في الباطنه، وتختلف في التخصصات. لكن لو تبي تاخذ فكره، تبي تشوف شنو هي الكومبيتيشن ريشيو في كل تخصص، هذه حتعطيك فكره على ما مدى التنافسيه في التخصص هذا. وفي بي دي اف كامل ان شاء الله حنبعث لكم بعد المحاضره هذه، بحيث تاخذوا فكره على كل التخصصات. تو حنعطيكم فكره على نظام التدريب في بريطانيا. طبعا اللي يبقى متخرج من الطب في بريطانيا، اول بدايه حيبدا ايش؟ حيبدا بالفاونديشن بروجرام. طبعا الفاونديشن بروجرام اللي هي سنه الامتياز الاولى، الاف واي 1 والاف واي 2، تمام. بعد ما ينهيها يجي عند المرحله هذه اللي هو التقديم على الجزء الاول من التدريب. تو حاليا نحن نحكوا على الانترنال ميديسن، بس حتى الجراحه العامه ينطبق عليها نفس الكلام. عند المرحله هذه حتقدم على التريننج اللي يسموا فيه زمان كان يسموا فيه الكور ميديكال تريننج، اللي هو الجزء الاول من التدريب، حاليا يسموا فيه الاي ام تي او الانترنال ميديسن تريننج. هو مده 3 سنوات، الروتيشن فيه حتكون على اغلبيه اقسام الميديسن، ويكون فيه تركيز على اقسام الاي سي يو واقسام الاكيوت ميديسن والجيرياتريك كير والاوت بيشنت، اكثر من التركيز على انك مثلا تدير كارديولوجي او ريسبيراتوري، يعني ركز انك تدير الحاجات اللي فيهن جنرال وبرود اكسبوجر. بعد ما تنهي المرحله هذه هو مرحله الكور ميديكال تريننج، انت في النهايه هنا قبل ما تنتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله السب سبيشاليتي تريننج، لازم تكون ناهي الام ار سي بي بالكامل. ونجو هنا عند مرحلة التقديم الثانية اللي هي هذه تعادل مرحلة الفولوشيب في أمريكا.
انك تبي تقدم على سب سبيشاليتي. مثلا انت كملت الجنرال انترنال ميديسن، بعدين تبي تاخذ سب سبيشاليتي سواء كانت اندوكراين او ريسبيراتوري او كارديو، فلازم ايش تقدم على 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 التريننج من جديد بحيث تحصل سب سبيشاليتي تريننج او ما يعادل الفولوشيب. مدتها حوالي من 4 إلى 5 سنوات. بعد ما توصل هنا في لو في امتحانات مطالب منك حتديرهم، ولما تنهي التدريب هذا كله حتحصل حاجه اسمها CCT او Certificate of Completion of Clinical Training. لما توصل للمرحله هذه معناها انت قعدت اخصائي ووصلت مرحله كونسلتنت وتقدر تشتغل كاستشاري وككونسلتنت في بريطانيا. فطريق نحن يعني اللي مش دارين فاونديشن او مش دارين امتياز في بريطانيا، الاغلبيه نحن حنبدا الطريق في التريننج من هنا. على الاغلب نحن حنجو حنشتغلوا هنا سنه نون تريننج او 6 شهور نون تريننج، بعدين نقدموا على التريننج في المرحله هذه. تمام، هذه اغلبيتنا. بس في مرات شنو، في اللي يبقى عنده وهو في بلاده دير فول ام ار سي بي، تمام، وعنده خبره كافيه فيقدر يتجاوز مرحله ايش الانترنال تريننج ويبدا من وين، يبدا من عند المرحله هذه. طبعا هو في البدايه حيستحق يجي كنون تريننج جوب وبعدين يقدر يقدم على مرحله السب سبيشاليتي. بس هو في حاجه واحده، اللي عنده فول ام ار سي بي وجاي بيقدم عند المرحله هذه بسبب انه ما درش الكور ميديكال تريننج، فعشان يتجاوز المرحله هذه في حاجه اسمها كور ميديكال تريننج كومبتنسي سيرتيفيكت لازم يوقعها لك كونسلتنت. هذه مشابهه لما حكينا من قبل وقلنا لازم يكون عندك الفاونديشن كومبتنسي سيرتيفيكت لو انك مش داير الفاونديشن بروجرام في بريطانيا، هذه نفس الفكره بس يبوا منك الكور ميديكال تريننج كومبتنسي سيرتيفيكت. عاده انت لما تخدم خلال السنه هذه وانت عندك في الار سي بي في العاده حتحصل كونسلتنت يختم لك على الكور ميديكال تريننج، وهيك تقدر تجاوزت المرحله الاولى. وهنا جي احد فوائد الار سي بي، انك ممكن تتجاوز جزء من التريننج وتبدا منها، وممكن تبدا تدير التريننج هذا اليوم من مده الى 4-5 سنوات، ولما تنهي التريننج وتحصل السي سي سي تي حتبقى ايش، حتبقى في مستوى شنو، في مستوى كونسلتنت. طبعا خلينا ندير مراجعة سريعة ونبدأ في الخطوات من البداية. أثناء وانت طالب في الطب، شنو أفضل حاجة ممكن تديرها تساعدك في الطريق لبريطانيا؟ تحاول تطور لغتك الإنجليزية. طبعا ما تديرش الامتحانات توا، لأن لما يجي الوقت اللي تحتاج فيه الشهادة حتكون الشهادة منتهية الصلاحية، لكن أحرص أنك تطور من لغتك الإنجليزية. هذه حاجة. الحاجة الأخرى، تدير الحاجات اللي بعدين لما جيت بتقدم على تريننج او كذا موجوده في الابلكيشن، مثلا برزنتيشن في مؤتمرات، ريسيرش، كواليتي امبروفمنت بروجكت، كل الاكتيفيتيز هذين حيفيدنك بعدين لما تجي لبريطانيا وحيعلن السكور بتاعك في الابلكيشن. مثلا لو انت حاب مثلا تقدم على تخصص مستوى المنافسه فيه عاليه، تبقى كلها معتمده على السكور، كل ما كان سكورك عالي كل ما كان نسبه انك تحصل تكون اعلى. فلو بديت من انت طالب تدير الحاجات هذين حيفيدنك بالتاكيد لقدام. جوتا وانت كملت الطب وبديت في الامتياز واستلمت الشهادة بتاعك، اول خطوة هي امتحان اللغة. تمام، لما تدير امتحان اللغة سواء كان الايلتس او الاكيوبيشنال انجلش تيست وتحصل الدرجة، الخطوة الثانية حتكون بلاب 1. تمام، او لو مثلا ما تبيش تمشي في طريق البلاب تقدر تمشي في طريق الممبرشيب اكزام. وهنا في ملاحظة، طبعا في الممبرشيب اكزام مش مطالب انك تكون داير اللغه قبل، يعني تقدر تدير الممبرشيب اكزام من غير اللغه، بس لما تجي عند الوقت اللي تبي تدير فيه جي ام سي ريجستريشن لازم تكون عندك ايش اللغه. فانجلش لانجويج المرحله الثانيه بلاب او ممبرشيب اكزام. بالنسبه للبلاب، بلاب 1 قلنا هو عباره عن امتحان نظري 180 ام سي كيو في 3 ساعات، طريقه التحضير بس ميديسن كويشن بانك، بس المدة اللي ياخذها من شهر إلى شهرين. وبعدين نجو لبلاب 2. بلاب 2 طبعا ما يندرش إلا في مانشستر ويستحق فيزا، وهو تكاليفه حوالي 875. هو أوسكي إكزام من 18 ستيشن. الكورس نقدر نعتبره مهم جدا، لأن من غير الكورس نسبة النجاح متاعك في الامتحان حتكون ضئيلة شوية. مدة التحضير في البلاب 2 أسبوعين في الكورس و4 أسابيع ما بعد الكورس، فتقعد الفترة النهائية حوالي 6 أسابيع. بعدين بعد ما تنجح في بلاب 2 ويجد مازال فاضل عندك 3 أو 4 شهور من الفيزا، يفضل دير كلينيكال اتاتشمنت كأوبزيرفر عشان تحصل ريفرنس من كونسلتنت في اليو كي.
بعدين نجي مرحلة إنك تسجل مع جي إم سي، طبعا بالإضافة للامتحانات وبالإضافة للأبليكيشن لازم تدير verification للبرايمري ميديكال كواليفيكيشن. الverification يصير عن طريق الإبك، والإبك ترسل الإي سي إف إم جي، والإي سي إف إم جي ترسل الجامعة ويصير verification. فهذه خطوة مهمة قبل إيش؟ قبل ما يعطوك الجي إم سي ريجستريشن. مجرد ما تم عندك الجي إم سي ريجستريشن انت توا اليجبل انك تقدم على وظيفه وتبدا تشتغل في بريطانيا. وحكينا ان نظام اليو كي ام ال اي هذا حيبدا فيه في 2023، يعني من توا لعند 2023 البلاب معمول به. نجول خطوه ما بعد جي ام سي ريجستريشن، طبعا من الصعب انك تقدم على تريننج بوست على طول، فتقدم على نون تريننج بوست. تمام، لو انت مثلا داير بس امتياز وما اشتغلتش اخرى تقدم على FY2 level FY2 non training. لو انت مثلا بعد الامتياز مشتغل كSHO تقدر تقدم على SHO. وبعدين نجي مرحلة ايش؟ التقديم على التريننج. حكينا ان فيها راوند 1 وراوند 2. تو فكرة راوند 2، لو فرضا انت قدمت في راوند 1 وما حصلتش تقدر تقدم اخرى في راوند 2. يعني راوند 2 قريب من فكرة السوب اللي في الماتش في امريكا. طبعا قلنا الشروط، لازم تكون مكمل 24 شهر ولازم تكون مكمل فاونديشن بروجرام. لو انت مش داير الامتياز متاعك في بريطانيا، في سيرتيفيكت يوقعها لك كونسلتنت تغنيك عن الشرط هذا. وحكينا على الابليكيشن، وحكينا على السكورينج، وحكينا ايش؟ وحكينا على درجه المواجهه. طيب خلينا نحكي على حاجات اخرى، اللي هي شنو مثلا العثرات اللي ممكن تواجهك في الطريق لبريطانيا. طبعا هي الطريق في بريطانيا تعتبر يعني فيها عده خطوات وتعتبر طويله شويه، فمرات اثناء الرحله يصير لك ملل، مرات يصير لك احباط، هذا كله شيء ضروري، لان هي الرحله تبي نوع من يعني تبي نفس طويل وتبي مثابره. يعني مرات مثلا شنو، انت مرات مثلا بديت الرحله انك درت الاكيبيشنال انجلش تيست ما جبتش الدرجه من اول مره، لو مثلا انت احبطت احتمال ما عادش تكمل. طبعا شعور الاحباط شعور طبيعي، لكن لازم تعرف ان لو صارت لك عثره في خطوه هذه ما هيش النهايه، يعني تقدر تعاود وتدير الخطوه من جديد لين تتجاوز العثره هذه. مرات مثلا عثره ثانيه ان مثلا تدير الاو اي تي وتنجح في البلاب 1 وتجي تقدم على بلاب 2 فيزا مثلا والفيزا ترفض، فمرات تحبط وتقول ما عادش بنكمل الطريق. لكن صارت واجهه، يعني نعرف واحدين شخصيا ارتفضت لهم الفيزا مرتين وفي المرة الثالثة حصلوا الفيزا وحاليا قاعدين في تريننج بوست وريجسترارات ويخدموا أمورهم 100%. العائق الثالث طبعا هو عائق إيش؟ العائق المادي. طبعا نحن شفنا يعني نشوف الرحلة من الأول وناخذ فكرة على تكلفتها المادية. تو حكينا من البداية امتحان الآيلتس بروحها $225، امتحان الإكيبيشن إنجليش تيست حوالي $380. البلاب 1 هيخش في حوالي 240 باوند. بلاب 2 تبي تحسب حق الامتحان بروحه 875 باوند، حق الكورس اللي هو قريب 600، حق اقامتك فتره الكورس وتحضيرك في بريطانيا. تمام، طبعا خلينا نحكي على مصاريف اقامتك في بريطانيا. عاده من لو انت جاي بروحك مش باهلك، يعني مش متجوز وعندك عائله جاي بروحك، عادة من 600 إلى 800 باوند شهري حيكون كافيات إنك تغطي مصاريفك. يعني من 600 إلى 800 باوند شهري مثلا مصاريف الإيجار ومصاريف معيشتك. فهذه بس عشان تأخذ فكرة. فالبلاب 2 حيخش سعر البلاب 2 نفسه وسعر الكورس وسعر الفيزا وسعر إقامة الغادي. وبعدين لما جي للجي إم سي مصاريف أول تسجيل، لو كنت مثلا لك أكثر من 5 سنوات متخرج حيأخذ منك 400، لو لك أقل من 5 سنوات متخرج حيأخذ منك 100-156. لكن هي الفكرة شنو؟ هي الفكرة لما تجي تبهت للتكلفة المادية مرة واحدة حتحس إن الرقم كبير بكل ومرات ما تقدرش تديرها. لكن شنو؟ هي فيها تكلفة مادية لكن مجزأة، يعني على مراحل. يعني انت المبلغ هذا ما تحتاجش انه يكون المبلغ هذا كله متوفر معك مرة واحدة عشان تبدأ الطريق. يعني ممكن توفر معك مثلا $300 تبدا وتدير امتحان اللغه، توفر معك مثلا مبلغ اخرى تقدر تدير بلاب 1 وهكذا. يعني هو مبلغ بس مجزأ ومقسم، بس هذا واحد من العوائق اللي المفروض نحكي عليها. فهذه هي الفكره.
فالطريق واضحة، يعني لها خطوات 1 2، يعني لو اتبعت 1 2 3 حتوصل للنقطة رقم 4 وحتوصل للطريق بإذن الله. الميزة في الطريق هذه لما تبدأها من الأول بكل صعوباتها وتوصل للنهاية أنك بديت أول جوب وبعدين قبلت في الترينينج، في المرحلة هذه تحس أنك فعلا المجهود اللي درته ما راحش وبديت تجني ثمار المرحلة متاعك. لكن الفكرة كلها الخطوات اللي قبل ما توصل تبي بس نفس طويل وتبي مثابرة، لكن يعني لو اتبعت الخطوات بنسبة أكثر من 99% حتوصل للهدف متاعك، حتقدر تشتغل في بريطانيا وتقدر تشتغل كمتدرب. بس نفس ما قلت لك المرحلة هذه حيصير لك إحباط، حيصير لك يأس، حيصير لك ملل، كلنا بشر وكلنا شعور طبيعي، يعني حيصير لك شعور مؤقت، لكن لازم تحفز نفسك من ناحية تشوف الهدف البعيد، مثلا شوف روحك بعد 5 6 سنين وانت متخصص وانت تشتغل في مكان كويس، هذين كلهم يزيدا من الهمة ويزيدا من العزيمة. لكن الشعور اللي تمر به في المرحلة الأولى من إحباط من عثرات كله شعور طبيعي، وأي حد سلك الطريق هذه مر به. بس مجرد ما وصل وبدأ يشتغل وبدأ ينسجم وبدأ يحس روح أنه يتعلم وقاعد في مكان كويس، كل التعب وكل الشيء اللي صار هذا كله ينساه ويقدر يحق بس في الثمرة اللي جناها. فهي هذه الطريق بشكل مختصر. نجول السؤال الأخرى، نسبة أنك تحصل. طبعاً عرضنا عليكم الأرقام في الباطنة، طبعاً الباطنة زي ما شفتوا النسبة كبيرة بكل، يعني الكمبيتيشن ريشي 1.4، يعني حوالي من كل 3 يقدموا حياخذوا 2 منهم، فهذه تعتبر نسبة كويسة. وعرضنا نسبة الجراحة اللي هي قريب من 3، يعني لو قدموا 9 حياخذوا 3 و6 يرفضون. خلينا ناخذ فكرة على التخصصات الأخرى. طبعاً نحن لما حكينا على نظام الترينينج في بريطانيا قلنا المرحلة الأولى اللي هي جنرال ميديسن، بعدين جو المرحلة الثالثة السبيشياليتي. خلينا نشوف السبيشياليتيز اللي داخل الميديسن إكي وناخذ فكرة على المنافسة فيهم. مثلاً هنا نشوف تخصص مثلاً نفس تخصص الكارديولوجي، يعني نسبة المنافسة فيه 3.35 فتعتبر عالية نسبيا. نجو مثلا تخصص آخر مثلا نفس الكلينيكال أونكولوجي، تمام، هتلقى نسبة الكومبيتيشن ريشيو فيه 2.5. وقيس على المنوال هذا، يعني لما تشوف الكومبيتيشن ريشيو هتجد عندك فكرة شنو نسبة القبول وشنو نسبة المنافسة. لكن طبعا نفس ما قلت لما تجمع نقاط واجد في الابليكيشن هذه حتزيد من الفرص نتاعك بالذات في التخصصات اللي يبقى فيهم منافسه. اعتقد هيك غطينا كل شيء، لو في شيء ممكن ما غطيناش نبدا في الاسئله وممكن نغطوه. فممكن نبدأ ونستقبل الأسئلة. تمام، تو في سؤال على عامل السن. عامل السن ما هوش شيء مهم واجد في بريطانيا، يعني عادي ممكن تجي مثلا لك 10 سنوات متخرج وتمشي امورك تمام. بس بشكل عام كل ما قدرت تجي وانت صغير في السن كل ما كان افضل. طبعا بالنسبه لل
امتحانات المارس بي طبعا حكينا على فائدتها، انه ممكن من خلال لما يكون عندك امتحانات نفس المارس بي او المارس اس ممكن الجزء الاول من التدريب تجاوزه وتقدم على الجزء الثاني من التدريب. نجول السؤال هذا، لو مثلا انت قدمت على بلاب 1 وما نجحتش من اول مره، كم عندك فرصه؟ بلاب 1 وبلاب 2 فيهن عندك اربع فرص، يعني بلاب 2 تقدر تعود عند اربع مرات عشان تنجح فيه. بالنسبه لفرصه القبول في التخدير، باذن الله كل الكومبيتيشن ريشوز قاعدات في ملف بي دي اف ان شاء الله حنزل الدكتور منير بعد الميتنج ينزله في الجروب، ففيه كل التخصصات فتقدر تاخذ فكره عليه. بالنسبه لنظام التدريب في البيدياتريك نفس القصه، مشابه نظام التدريب في الباطنه نفس القصه، وحتبدا في البدايه جنرال بيدياتريك وبعدين تاخذ تخصص جوا البيدياتريك، فمقارب من فكره الباطنه. بالنسبه طبعا نسبه المنافسه في التخدير ان شاء الله الملف البي دي اف اللي فيه كل نسبه المنافسات باذن الله حننزلها في الجروب بعد المحاضره. طالب ما زال متخرج كيف يقدر؟ هاي طبعا جاوبنا عليه السؤال هذا، لو انت ما زلت طالب شنو الحاجات اللي تقدر تديرهن؟ قلناهن، لان الاشياء اللي موجودات تو اللي هي هذه، اللي هي لو تقدر تدير برزنتيشن، لو تقدر تدير ريسيرش، لو تقدر تدير تيتشنجز، كل الحاجات هذين حيساعدنا في مرحله وانت طالب. بالنسبه للامتحان الاكيبيشنال انجلش تيست وامتحان الايلتس، ما فيش ليميت لعدد المحاولات، يعني تقدر تحاول عند يعني اكبر قدر ممكن، ما فيش عدد محاولات محدد، يعني تقدر تحاول فين نجيب الدرجه. طبعا السؤال اللي هو بخصوص الام تي اي، خلينا نحكي عليه، لو نحكي على الام تي اي لان النقطه مهمه. شنو هو الـ MTI؟ الـ MTI هو عبارة عن سيستم اختصار Medical Training Initiative. السيستم هذا دايرته الرويال كوليج، توفر به التريننج لمدة سنتين لبعض الدول، تمام؟ من قبل ليبيا ما كانتش موجودة في الليستة متاع الدول هذه، بس حالياً توهم مش دايرين ليستة محددة، يعني ممكن من ليبيا تقدر إيش تجي وتجرب. فكرة الميديكال تريننج انيشيتيف كيف؟ توفر لك تدريب لمدة سنتين على مستوى يسموا فيه الميدل جريد. الميدل جريد اللي هو مرحلة الاس اتش او والريجسترار، يعني لازم تكون سينيور اس اتش او او ريجسترار، تمام؟ ميزة النظام هذا، لو انت كيف نقوله، لو انت مثلا عندك زملاء ليبية او عندك ماستر او عندك حتى اجزاء من الار سي بي، مش ضروري الار سي بي موجود عندك بالكامل، تقدر تفش عن طريق نظام الميديكال تريننج انيشيتيف. طبعا شرط اللغه طبعا لازم يكون موجود، شرط اساسي، سواء كان اوكيبيشنال انجلش تيست ولا كان ايلتس اكزام، كويس. بس ميزته شنو؟ ميزته ما تحتاجش فيزا، ما تحتاجش الى بريطانيا لين تحصل الوظيفه، تمام. فهذه هي الفكره، لكن القصه نتاعها شنو؟ هم حيعطوك فيزا صالحه لمده سنتين بس، يعني لو قبلوك من خلال السيستم هذا لازم يكون عندك شرط اللغه، يكون عندك ديجري بوست جراديويت ديجري، سواء كانت ماستر او كانت دكتوراه او كانت زماله ليبيه او زماله عربيه، او عندك حتى اجزاء من الار سي بي، مش بالضروره تكون مكمله، حتى عندك اجزاء منه، فتقدم عن طريق الرويال كوليدج في النظام هذا، ولما يقبلوك يعطوك مده سنتين. العيب نتاعها شنو؟ انك تشتغل سنتين، بعد السنتين فيزتك تنتهى ومش حتقدر تجددها ولازم تطلع برا بريطانيا. لو تبي ترد لبريطانيا لازم تقدم ايش؟ لازم تقدم من جديد وتجي من جديد، لكن النظام هذا يعطيك سنتين. بالنسبه لي نعرفهم شخصيا واجدين من مصر، خشوا عن طريق نظام الام تي اي، لان تو ما زلت ما سمعتش عن الاداره، بس هذا يعني بالذات للي عندهم اجزاء من الار سي بي او عندهم الزماله العربيه او عندهم الزماله الليبيه وعندهم يا الانكيوبيشنال انجلش تيست يا الايلتس، يقدروا يقدموا من خلالها. هي لو تكتب في جوجل ميديكال تريننج انيشيتيف، كل رويال كوليج، طبعا رويال كوليج بتاع الميديسن لها نظام، والرويال كوليج بتاع الجراحه لها نظام، والانستيزيا لها نظام، وممكن تقدر تراسلهم
وتشوف إذا كان ممكن. طبعاً هم حيطلبوا منك أوراق ويطلبوا منك حاجات ويشوفوك هل أنت ينفع تدخل عن طريق الـ MTI أو لا. جو السؤال الآخر بالنسبة لامتحان اللغة في أي مكان تقدر تديره. بالنسبة للـ Occupational English Test أقرب مكان من ليبيا هو مصر، وموجود حتى في تركيا. بالنسبة للـ Occupational English Test هو له مصدر، المصدر هذا عبارة عن 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 امتحانات سابقة في واحدين مجمعينهن في جوجل درايف لينك، إن شاء الله لو حصلتها حنبعث لكم. عبارة عن امتحانات سابقة تتدرب عليهم، هذا هو أكثر مصدر للتحضير للـ Occupational English Test. نجو على سؤال المرتبات. لو فرضاً أنت بديت عند مستوى FY2 اللي هي سنة الامتياز الثانية، عادة راتبك بعد ما يأخذ منك الضرائب وكذا في الشهر حوالي يكون 2200. ولو أنت بديت في مرحلة الـ S2 راتبك بعد ما يأخذ الضرائب حيكون ما بين 2700 و2800، ويعتبر مبلغ كويس بكل تقدر تعيش به وتمشي أمورك. بالنسبة لموضوع اعتماد الجامعات، طبعاً شهادة الطب اللي معترفة في بريطانيا لازم تكون من جامعة أو كلية مسجلة وين؟ في الدايركتوري متاع الميديكال سكول، يسموها World Directory of Medical School. فتقدر تخش على الموقع هذا، تقدر تدخل على الموقع هذا وتكتب اسم كليتك. لو اسم كليتك موجودة معناها شهادتك معتمدة وتقدر تدير الامتحانات وتجي لبريطانيا. أيوة، هذا بالنسبة للسؤال هل التدريب مدفوع الراتب؟ مضبوط، لما تكون شغال في التدريب حيعطوك راتب، يعني التدريب هنا مدفوع والراتب نفس النظام. يعني على مستوى الـ S2O بعد التاكس حوالي 2700 ل 2800 باوند شهري، ولما توصل مرحلة ريجسترار الراتب حيزيد. طبعا السؤال مثلا لو أنا مقدم على جراحة، وطبعا نفس ما قلنا ان فيها منافسة شوية، لو قدموا 9 وانقبل منهم 3 ورفضوا 6، طبعا التقديم فيه راوند 1 وراوند 2، ما زال تقدر تقدم على راوند 2. لو لا قدر الله مثلا ما صار شيء تقدر تقدم على السنه الجايه. بس الميزه شنو؟ الميزه كلها الابلكيشن والسكورينج سيستم. لو مثلا ما قبلتش السنه معناها السبب ان مثلا السكور بتاعك ما كانتش عاليه، فخلال السنه الثانيه اللي تقعد تحضر فيها تقدر تدير الحاجات اللي علن السكور بتاعك في الابلكيشن. وفي نفس الوقت انت حتكون تشتغل في نون تريننج وحتكون تاخذ في راتب، يعني فيش مشكله. بالنسبة لنظام التدريب في التخصصات الجراحية مشابه للنظام في الميديسن. مثلا هنا الميديسن حكينا عليه ان مرحلة الامتياز بعدين مرحلة الجنرال تريننج، ففي الجراحة يسموا فيه كور سيرجيكال تريننج، بس في الجراحة مدة بس سنتين، وبعدها تخش في مرحلة السب سبيشاليتي حوالي من 5 إلى 7 سنين في الجراحة، ممكن أورثو، ممكن يكون باسكولار، ممكن يكون كارديو ثوراسيك. وفي تخصصات معينة تبدأ من الأول، ما فيش مرحلة الجنرال تريننج. تقريبا الأوفثالمولوجي نظام تدخل أوفثالمولوجي على طول، ما فيش مرحلة الكور سيرجيكال، لكن كور سيرجيكال في أغلبية التخصصات الجراحية. الـ OAT حكينا عليه، قلنا متوفر في مصر ودول الخليج وفي تركيا. بالنسبة لي كيف تثبت انك دير تيتشنج، انك شنو؟ كل تيتشنج سيشن تدير فيدباك فورمز.
الفيدباك كمان تعطيهم للطلبة اللي عطيتهم تيتشينج تمام، ويملوه لك وتحتفظ بالفيدباك. فالإثبات إنك أنت درت تيتشينج هن الفيدباك فورمز اللي معك. حسنا مثلاً تيتشينج كيف تثبتها؟ أونلاين تيتشينج حتى هو يمشي. طبعاً أونلاين تيتشينج حتى هو يمشي، لكن نفس القصة بعد الأونلاين تيتشينج لو تنزل أونلاين فيدباك فورم ويملوها لك ويبعثوها. فالفيدباك فورم هي الإثبات. بالنسبة للي ما يقدرش يطق في البلاب 1 قبل 2023 مش مشكلة. النظام الثاني هو بس استبدال للبلاب 1، هو نفس الفكرة، حتى هو امتحان نظري وامتحان عملي، فمش حيكون يعني يختلف واجد على البلاب، هو بس نظام سيستم آخر. فاللي ما يلحقش على البلاب ما فيش مشكلة، يخش على النظام الجديد اللي هو UK MLA. Speciality Certificate Exam هو عبارة عن امتحان نظري تمام، 200 MCQ، ما فيش امتحان عملي، وهو أحد شروط إتمام التدريب. مثلا خلينا نردوا على الديجرام هذا. طبعا أنت في مرحلة السب سبيشاليتي ترينينج، وفرضنا أنك أنت مثلا دير في ترينينج في الريسبيراتوري تمام. احد المتطلبات اللي هو عشان تحصل certificate of completion of training of clinical training انك تكون ناهي sub speciality certificate exam في الريسبيراتوري اللي هو عباره عن امتحان نظري، بالاضافه لمتطلبات التدريب ومده التدريب والشغل في المستشفى. فهو امتحان نظري مش عملي، وام سي كيو وكمبيوترايزد exam. هذه الفكره بتاعها. اوكي، بالنسبه للسنوات او المواد اللي داخله في بلاب 1. بلاب 1 عاده يمتحن المواد اللي هن الكلينيكيه، يعني عاده الميديسن والجراحه والاطفال والجايني تمام، والكوميونتي مع شويه افكس مع شويه احصاء. فكلهن المواد الكلينيكيه، يعني ما المواد الاساسيه مش متضمنات في البلاب 1. نجول للسؤال اللي بعده. هي بالنسبة لإجراءات الفيزا هي صعب كي نعطي عليها نصيحة معينة. هي بس الفكرة بسبب صعوبة الأوضاع العادية فيها بعض الصعوبة، بس في بعض الناس قدروا يحصلوها يعني. وهي التقديم في من تونس وفي من الأردن. في اللي يقول أن من الأردن نسبة القبول أكبر، بس مش عارف ما مدى مصداقيتك لماذا. امتحان اللغة في الكورسات معتمدة في طرابلس التحضير من ديرة في مصر أو تركيا. مش متأكد هل في كورسات رسمية في ليبيا للتحضير الامتحان ولا لا، بس لو في اي كورس انجليزي او اي شيء ممكن يساعد ليش لا، يعني حيكون فرصه كويسه. مصادر الاكيبيشن انجلش تيست ان شاء الله لو لقيت الجوجل درايف لينك حنبعث لكم باذن الله. هل نقدر نرفع معايا مرافق الامتحانات؟ بالنسبة للمرافقة معك في الامتحانات صعبة جدا، يعني صعبة يعطوك فيزا لك للمرافق إلا إذا كان في سبب وجيه. يعني غالبا فيزا لشخص واحد وأخرى نسبة ويكون فيها صعوبة، غالبا شخصين مرات يبقى فيها صعوبة شوية، بس هي ممكنة يعني، مش يعني ممكن تديرها. بالنسبة لسؤال التقديم على الجنسية، طبعا أول ما تجي لبريطانيا على فيزا عمل، مجرد ما توفي 5 سنوات شغل وانت على فيزا عمل تقدر تقدم على إقامة دائمة. من بعد حصولك على إقامة دائمة بمدة سنة تقدر تقدم على الجواز البريطاني. فالمدة بالكامل حتكون 6 سنوات. 6 سنوات من بداية شغلك في بريطانيا تقدر تقدم على الجواز البريطاني. بالنسبة للتيتشينج سؤال، تقدر تديرها في اي شيء، بس تكون حاجه ميديكال. وللاثبات اللي هو فيدباك، يعني بعد كل سيشن
تعطي فيدباك فورم يملوه لك وتحتفظ به انه تجد الفيدباك فيها التاريخ وهذا يجد اثبات لك. بالنسبة للجامعة طبرق لأنها من جامعة أمم المختار وجامعة أمم المختار موجودة في الموقع. أغلبية الجامعات الليبية ما اعترف بها بالإضافة حتى الجامعة الدولية مع أنها برايفت بس حتى هي ما اعترف بها. أيوة بالنسبة للسبسبيشاليتي سيرتيفيكت إكزام ما فيش أي إنتري ريكوايرمنت. في أي وقت تقدر تدير الامتحان. ما فيش لها اي انتري ريكوايرد. زمان كان بالضروره انك تكون مكمل الفول ام ار سي بي قبل ما تقدر تديره. تو مش شرط. ما فيش انتري ريكوايرمنت له. منهج الاو اي تي باذن الله تو نحاول نحصله ونبعث للدكتور منير باذن الله. هو والبي دي اف اللي فيه الكومبيتيشن ريشيو. تخصص جراحة العظام نفس الفكرة. يديروا تبدأ في البداية جراحة عامة لمدة سنتين وبعدين تقدم على تخصص العظام مدة من 5 إلى 6 سنوات. هو يعتبر من التخصصات اللي فيه منافسة عالية في الجراحة بس الميزة نسبة الدفع فيه تعتبر كويسة. جراحة العظام كم الفترة اللي تكون فيها ما تمد على نفسي مبدئيا قبل ما يبدأ الأوديت حكينا عليه باختصار. الأوديت انك تبي تدير امبروفمنت للسيرفيس اللي موجود عندك في المستشفى. ففي منها سايكل 1 وسايكل 2. سايكل 1 اللي هي مرحلة انك تبي تشوف ليفل الخدمة وين واصل. مثلا نحن اعطينا مثال انك تبي تشوف هل كل الستاف ملتزم بموضوع الهاند بوشينج قبل وبعد فحص المريض ولا لا. فتقدر توزع عليهم نفس الاستبيان تسالهم. ففي اللي يقول لك لا انا ما نغسلش في يدي. فانت اكتشفت ان بس 60 او 70% من الطاقم الطبي يغسل في يديه قبل وبعد فحص المريض. فانت تبي تحاول تطور او تحسن من النسبه هذه. فانت بعد ما اتممت السايكل 1 دورك تو تدير education. يعني تعطي نفس المحاضره تعطي education تزيد الاويرنس ان ليش الغسل اليدين هذا مهم وكيف يمنع انتشار الانفكشن وكذا. بعد ما تعطي المحاضره تدير سايكل 2 اللي هو توزع عليهم الاستبيان من جديد وتشوف هل النسبه زادت ولا لا. مثلا في البدايه السايكل 1 كانوا 60% تو مثلا وصلوا الى 90%. فهذا يعتبر ايش انك درت امبروفمنت في السيرفيس. وهي بشكل عام انت تبي تشوف او تبي تقارن في الاوديت ما بين الكواليتي متاع السيرفيس متاعك في اللوكال تراست في المستشفى متاعك مقارنة بالانترناشنال جايد لاين. هل انت ملتزم بالانترناشنال جايد لاينز وتدير في نفس ولا انت ايش ولا الستاندرد متاعك اقل. فهذه هي الفكرة. فهي سايكل 1 بعدين education بعدين سايكل 2 وتشوف اذا كان في سايكل 2 صار امبروفمنت ولا لا. فهذا هو فكرة الاوديت. مش بالضرورة يكون موضوع معقد ممكن يكون موضوع سهل جدا. لكن هذه هي الفكرة. الفكرة انك بتحاول ايش تحسن من الخدمة. فالكلينيكال اوديت او الكواليتي امبروفمنت بروجكت تقريبا نفس الشيء. بالنسبة لتخصص الفاسكولار سيرجري هذا يجي بعد مرحلة الجنرال تريننج في الجراحة اللي هو الكور سيرجيكال تريننج. هذا يعتبر سب سبيشاليتي تريننج الفاسكولار سيرجري. طبعا بالنسبة لنسبة التنافس في كل شيء حندز البي دي اف الملخص بإذن الله. تمام قصة الراوند. طبعا التقديم على التريننج هو مراحل. تمام خلينا نعطوا الانترنال ميديسن كاكزامبل. مثلا المرحله الاولى من التقديم على وظائف تدريبيه يبدا من نهايه شهر 11 وشهر 12. لما يتم قبولك حيردوا عليك في شهر 2 او شهر 3 يقولوا لك قبلت وبعدين تبدا في التريننج في شهر 8. تمام فرضا انت مثلا عندك حوالي 5000 بوزيشن تبي تملاهن في الانترنال ميديسن. اول مرحله اللي هي راوند 1 من التقديم امتلين 4000 بوزيشن بس و1000 بوزيشن ما امتلينش. فال1000 بوزيشن هذين اللي فضلا في الراوند 1
ينزلوه للراوند 2. فالراوند 2 مثلا تبدا بعدها بشهرين ثلاثه، في شهر 2 او شهر 3، ويقدم البوزيشنز اللي ما امتلينش اثناء الراوند 1، واللي ما حصلوش قبول في الراوند 1 يقدر يقدم من جديد على الراوند 2. فهذه هو الفرق ما بين الراوند 1 والراوند 2. صافي مرتب الريجسترار تقريبا 3500 صافي، المرتب بتاع الريجسترار. موضوع انك هي مش تفتح يعني، ممكن تكون شريك مثلا في عياده خاصه او تدير عياده خاصه، يعني عياده خاصه بيك، بس هذه عاده تجي بعد مرحله انك تكون كونسلتنت واتممت التدريب. النون تريننج جوب اللي هي بعد الامتياز يعني حوالي صافي بعد التاكس 2700-2800. بالنسبه لو انت بتقدم على النون تريننج اف واي 2، لا هذه ما فيهاش منافسه واجد، يعني حتحصل قبول فيها بسهوله. حتى لو تبي تقدم على نون تريننج اس اتش او جوب ما فيهاش منافسه واجد، بس انت تبي النون تريننج جوب اول 6 شهور اول سنه من قدومك كبريدج لين تقدم على التريننج. الاس اتش او هي اختصار سينيور هاوس اوفيسر، هي المرحله اللي ما بعد انت كملت الامتياز تكون اس اتش او، يعني انت تكون مور سينيور عن الامتياز، هذه يسموها فيها اس اتش او. وبعد ما تنهي مرحله الاس اتش او تجي بعدها مرحله الريجسترار، بعدين مرحله سبيشالست ريجسترار، وبعدين مرحله الاستشاري او الكونسلتنت. المستشفيات بشكل عام المستوى متقارب جدا، يعني ممكن مستشفيات بسيطه جدا تنعد على الاصابع اللي تعتبر متميزه جدا، بس بشكل عام ما تفرقش واجد بالمستشفى اللي تتدرب فيه لان الكواليتي متقاربه جدا. تقدر تخدم تدريس في جامعه مثلا، انت بديت في مستشفى كانت جامعيه، في احتماليه انك تكون عضو هيئه التدريس فيها. عدد سنوات تدريب الجايني يعني مش متأكد من الرقم بالضبط، لكن حيكون من 5 إلى 7 سنوات على الأقل. نفس السؤال بالنسبة للتخصصات بشكل عام، المستوى في المستشفيات متقارب أو الكواليتي متقاربة يعني. بالنسبة للمقارنة ما بين الايلتس والاكيوبيشنال انجلش تيست، الاكيوبيشنال انجلش تيست يعتبر اسهل. العيب الوحيد انه اغلى بشوي من الايلتس يعني. هي المشكلة في البورد الليبي مش ريكوجنايزد واجد عندهم في بريطانيا، يعني عشان تبدأ مثلا في مرحلة الريجسترار وتتجاوز مرحلة انك تكون اس اتش او، عندهم شرط ما يتنزلوش عليه انه لازم يكون عندك فول ام ار سي بي او الام ار سي اس بالنسبة لتخصصات الجراحة. فالليبيان بورد مش ريكوجنايزد واجد بالنسبة لهم، لازم تكون ام ار سي بي.
هي حسبة المنافسة عدد الوظائف الشاغرة وعدد الناس اللي تقدموا لها. فلما تقسم عدد الناس على عدد الوظائف اللي مع عدد الناس اللي نقبلوا هتعطيك نسبة المنافسة. مثلا أنت عندك 500 بوزيشن قدموا 2000، ال 2000 هم انقبل منهم 500 و 1500 ما انقبلوش، فنسبة المنافسة تقسم ال 2000 على 500 حتطلع لك، هنا تطلع لك مثلا نسبة المنافسة 4. فكل ما زادت نسبة المنافسة معناها نسبة القبول أقل ونسبة المنافسة أكثر. الجايني كم ريشيو؟ بإذن الله البي دي اف فايل كاملا حندزه حيكون فيه كل الريشيوز بإذن الله.